أنا أقول والإخوان يعرفون نحن في شهر الله، شهر رجب الأصب، شهر الرحمات، سمي الأصب لأن تصب فيه الرحمات. إذا صوت هذا المجلس على تحويل هذا الاستجواب إلى التشريعية، سأدعو الله ليل نهار أن يكون رأي المحكمة الدستورية في إبطال هذا المجلس، لأن هذا المجلس أصبح لا مخالب لديه كما ذكرت أنت الأخ الرئيس ولا أنياب. شكرا لأخ الرئيس. شكرا دكتور. شكرا سيد دكتور يوسف زلزلة. لو سمحت يا أخوان. شكرا سيد يوسف زلزلة. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجيب دعائك. أسأل الله أن لا يجيب دعائك يا سيد. تفضل الدكتور مشاري الحسيني.